In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. I am very happy to celebrate with you the Eucharist. We celebrate the feast of the Pope, of the Holy Father, Pope Francis. We pray for him. We prepare ourselves for these sacred mysteries. We recognize that we are sinners. We open our heart to the mercy of God. أنا أعترف بالله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإيمان خطيئة عظيمة جدا لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that no tempest may disturb us, for you have set us fast on the rock of the Apostle Peter's confession of faith. Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. A reading from the first letter of Saint Peter. Beloved, I exhort the presbyters among you, as I, fellow presbyter and witness to the sufferings of Christ, and one who has a share in the glory to be revealed. Tend the flock of God in your midst, overseeing not by constraint but willingly, as God would have it, not for shameful profit, but eagerly. Do not lord it over those assigned to you, but be examples to the flock. And when the chief shepherd is revealed, you will receive the unfading crown of glory. The word of the Lord.
الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس متى الإنجيل الباشير المسجود لك يا رب المسجود. في ذلك الزمان لما وصل يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس، سأل تلاميذه: من ابن الإنسان في قول الناس؟ فقالوا: بعضهم يقول هو يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول هو إيليا، وغيرهم يقول هو إرميا أو أحد الأنبياء. فقال لهم: ومن أنا في قولكم أنتم؟ فأجاب سمعان بطرس: أنت المسيح ابن الله الحي. فأجابه يسوع: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، فليس اللحم والدم كشفا لك هذا، بل أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك: أنت صخر، وعلى الصخر هذا سأبني كنيستي، فلن يقوى عليها سلطان الموت. وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فما ربطته في الأرض ربط في السماوات، وما حللته في الأرض حول في السماوات. Your Excellencies, dear brothers and sisters, I welcome you all in the name of His Excellency the Nuncio, Monsignor Alberto Ortega. I thank you for your presence this evening to celebrate the 6th anniversary of the pontificate of our beloved Pope Francis. Although he is now 82 years old, he will become soon 83. He is still very active, and we thank the Lord for all what he says and teaches and for all what he does. Allow me now to say something in Arabic, and His Excellency will, at the end of the Mass, make a short address in English.
سيادة السفير البابوي، أصحاب السيادة والسعادة، السفراء، إخوتي الكهنة، أخواتي الراهبات، أيها المؤمنون، أشكركم جميعاً على حضوركم هذا المساء كي نشكر الله معاً على النعمة التي وهبنا إياها في شخص البابا فرانسيس الذي نحتفل بالذكرى السادسة لانتخابه. وبالرغم من أنه ناهز 82 من عمره إلا أنه ما زال في قمة عطائه. على المستوى التعليمي ما زلنا نستنير من الإرشادات الرسولية التي يكتبها، وآخرها كان إرشاده الرسولي لشبيبة اليوم التي هي حاضر الكنيسة وعمادها ومستقبلها. وإلى جانب تعليمه الرسمي نذكر تعليمه اليومي، التأملات اليومية التي يقدمها غذاء للشعب المؤمن انطلاقا من قراءات النهار. وبعضنا يتابع بشغف هذه التأملات لأنها قصيرة وعميقة، كما يتابع العالم رسائله بمختلف المناسبات وخصوصا بمناسبة يوم السلام العالمي. رسالته الأخيرة كانت بعنوان العمل السياسي السليم في خدمة السلام. تكلم فيها عن الفساد بكل أشكاله، وكتب 8 تطويبات جديدة للسياسي المعاصر. أقرأها لأنها سهلة ولأنها عميقة في نفس الوقت، في الوقت نفسه. يقول: طوبى للسياسي الذي يعي دوره القيادي النبيل، طوبى للسياسي الذي يعطي البرهان على مصداقيته، طوبى للسياسي الذي يعمل من أجل الصالح العام وليس لمصلحته الشخصية، طوبى للسياسي الذي تتطابق أعماله مع أقواله ووعوده، طوبى للسياسي الذي يعمل من أجل الوحدة والوئام، طوبى للسياسي الذي يعمل على تحقيق تغيير جذري في مجتمعه، طوبى للقادر على الاستماع، وطوبى للذي لا يعرف الخوف. وهذا ينطبق على كل إنسان يعمل في العمل العام. وعلى المستوى الليتورجي أعلن قداسته 55 قديساً جديداً خلال الأعوام الماضية، منهم وجوه مشرقة ومعروفة، ومنهم وجوه كادت تذهب في طي النسيان. ومن الذين أعلن قداستهم يوحنا 23، بولس 6، يوحنا بولس 2، الأم تيريزيا، الصغير فرانشيسكو وأخته جاسينتا اللذين ظهرت لهما العذراء في البرتغال، والكاردينال نيومان. وكيف لنا أن ننسى أنه أيضاً أعلن قداسة قديستين من بلادنا. وعلى مستوى المحبة والخدمة لفت قداسته بدون كلل أو ملل الانتباه إلى مأساة الفقراء والمهجرين، بل أيضاً إلى مأساة الأزواج الذين يعانون من أوضاع زوجية مؤلمة، باحثاً كيف يضع بلسم الرحمة على جروحاتهم. لذلك غير بعض بنود الحق القانوني لتبسيط الأصول القانونية لإعلان بطلان الزواج. وماذا نقول عن رحلاته وأسفاره المتعددة؟ مثل القديس بولس، البابا فرانسيس لا يعرف التعب. حتى الآن قام ب22 رحلة خارج إيطاليا ليثبت الكنائس وليشجع حوار الأديان والحركة المسكونية. وحالياً هو في زيارة لتايلاند ثم اليابان، وسيزور بعد أيام مدينتي هيروشيما وناغازاكي حيث ألقيت القنبلة الذرية الأولى، وسيلقي هناك خطاباً هاماً حول الأسلحة الذرية والنووية الفتاكة. وفي كل مكان يترك البابا فرانسيس بصمات قوية وتعليماً غنياً ومبادرات هادفة تثمر محبة وسلاماً. وإذا أردنا أن نختصر حبريته
يمكننا القول بأنه ركز على أولوية المحبة وخدمة الفقير والفرح وضرورة التواضع، وعاش هذه الفضيلة وما زال يعيشها بشكل صادم. ففي كل خميس أسرار يذهب لزيارة سجناء ويغسل أقدامهم ويقبلها كما فعل معلمه من قبله. وقبل 7 أشهر فقط استقبل البابا في الفاتيكان وفداً من المتحاربين في جنوب السودان، جث أمام 3 منهم وقبلها وقبل أقدامهم وناشدهم قائلاً: أنتم يا من وقعتم اتفاقية سلام، أسألكم كأخ لكم أن تحافظوا على هذا السلام لخدمة لشعوبكم. إخوتي وأخواتي، نشكر الرب لأنه أعطانا راعياً كبيراً بحجم البابا فرانسيس، ونسأل له الصحة والقوة ليواصل رسالته وإصلاحاته. آمين. Dear brothers and sisters, today we celebrate with the Universal Church the mission that Jesus Christ has conferred to Peter and his successors. Being the voice of every creature, we ask the Father. لنصلي من أجل الكنيسة المقدسة أن تجدد دائماً، أن تجد دائماً في خليفة بطرس الشخص الذي يعطي صوتاً للإيمان بالمسيح ابن الإله الحي، ولكي تتمتع الكنيسة في الأراضي المقدسة التمتع الكامل براحة الروح القدس وتنمو في الوحدة والإحسان. إلى الرب نطلب. For the Apostolic Administrator of the Latin Patriarchate of Jerusalem, Monsignor Pier Battista Pizzaballa. For Monsignor Joseph Vara, Archbishop of the Archeparchy Greek Melkite of Petra and Philadelphia. For the Auxiliary Archbishop Patriarchal Vicar for Jordan, Monsignor William Shomali. United to the successor of Peter, for them to be life models for the flock they were entrusted. We pray to the Lord. لنصلي من أجل قداسة البابا فرانسيس، لكي تكون خدمته الخيرية تجاه الإنسان حافزاً لالتزام الجميع بفعالية لتحقيق العدالة والسلام في العالم من خلال المساعدة الملموسة نحو الفقراء. إلى الرب نطلب. For priests, deacons, religious men and women, and all the faithful of the church in Jordan, that they live with humility and perseverance the ministry of unity of faith and communion in charity. We pray to the Lord. لنصلي من أجل جلالة الملك عبد الله الثاني ومن أجل المسيحيين والمسلمين، لكي يكتشفوا أنهم أبناء نفس الله الرحمن الرحيم، وأن يواصلوا بناء بلد أكثر اتحاداً وازدهاراً. إلى الرب نطلب. Today, we pray particularly for the Apostolic Nuncio, Alberto, to thank him for strengthening the bond of unity between the Holy See and the local churches here in Jordan. And we pray that in Chile, he continues to be a sign of unity and mercy of God
and to be close to all brothers and sisters with his great humanity. We pray to the Lord. Father, whom you wanted Peter to be a successor in the mission received by Christ, now accept our prayer. Guide your church with the holiness, faith, and wisdom of those whom you have chosen as shepherds of your own people. For Christ our Lord. Amen. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Set the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his church. Accept with favor, O Lord, we pray, the prayers and offerings of your church, that with Saint Peter as her shepherd, she may come to an eternal inheritance. For it is through his teaching that she holds the faith in its integrity,
through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For you, Eternal Shepherd, do not desert your flock, but through the blessed apostles, watch over it and protect it always, so that it may be governed by those you have appointed shepherds to lead it in the name of your Son. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers in heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Indeed, holy, O Lord, the fount of all holiness. May holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the breath of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have felt us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love together with Francis, our Pope, Pier Battista, our administrator, and all the bishops and the clergy.
اذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضا أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله ومع الرسل الأطهار. بالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير بوحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد واستنادا إلى تعاليمه الإلهي نجسر ونقول السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنامنا كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. بالمحبة والفرح تبادلوا سلام المسيح. بلادنا السلام يا حمد
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. Thank you.
ومن السرير نجني عند ساعة موتي. أدعوني أدعوني روح المسيح قدسيني جسد المسيح قدسيني دم المسيح قدسيني ما أجل بالمسيح Let us pray. O God, who at our celebration of the feast day of the Blessed Apostle Peter have nourished us by the communion in the body and blood of Christ, grant, we pray, that this redeeming exchange may be for us a sacrament of unity and peace, through Christ our Lord. Amen. You can sit down a moment. At the end of this celebration, I would like to say a word to each one of you, and it's the word thanks. I can say even in Arabic, shukran, thanks. Thank you for coming to share this moment of prayer for the Holy Father. Every year, the celebration of the Feast of the Pope is a nice moment of prayer and an occasion to give thanks to God for the gift of the Holy Father, the beloved Pope Francis. He is the point of reference of faith and unity in the Church, and with him we are invited to reply every day to the important question of Jesus: but who do you say that I am? And with the successor of Peter, we renew our confession of faith: you are the Christ, the Son of the living God. This feast of the Pope is special for me because it is the last time I will celebrate it in Jordan. As you may all know, I have been appointed Apostolic Nuncio to Chile. For me, it has been a privilege and a special grace to represent the Holy Father in Iraq and in Jordan, to be close to the Christians in the Middle East, to be able to do something for them in this special land that we call Holy Land. And it continues to be holy because of your presence. During the last 4 years, for me in Jordan and Iraq, I have encountered many true witnesses of faith. I am happy to say many of them here with us today. And I give thanks to God. I thank you and in your presence, the Christians of Jordan, Iraq, the Middle East, for the testimony of faith they have given and they give in difficult circumstances. It has been a privilege for me to transmit the special love and closeness of the Holy Father to the entire society, but especially to Christians who have a special place in his heart. He continues to invite Christians in this region to contribute with their brothers of other religions to promote peace and stability by dialogue and collaboration. Thank you for your presence here. I thank especially my brother bishops, Monsignor Shomali. Thank you for hosting this celebration and for the homily. I suppose that is a nice homily. Thank you very much. Also,
the Patriarch Fuad, thank you for coming and for your closeness and friendship. Bishop Joseph, also, he honors us with his presence, and also Bishop Salim is a very nice team of bishops. It's a blessing for the country to have these bishops. Thank you also to the priests, the religious, all of you, dear friends. I see also some representatives of other churches and confessions, and I appreciate also the presence of some authorities of the Ministry of Foreign Affairs and the colleagues of the Diplomatic Corps. Thank you very much for joining in this celebration of the Holy Father. And I thank you for the warm welcoming that you have shown me from the very first moment of my arrival to Jordan. And I am sure that with the same kind spirit, you will forgive my many shortcomings or limitations. Today, I give with you thanks to God for the gift that the Holy Father, Pope Francis, is not just for the Church, but for the whole world. And I ask you to continue to pray for him, especially now for the fruits of his visit to Thailand and Japan. I also ask you to pray for me, and I assure that we remain united in prayer. Thank you very much. Shukran Jazila. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر.